اقول الزحمه دي والاسئله دي والعالم دي يا ناس، هذا سوق مال والله العظيم، سوق مال ترى ما ينطبق على، ترى انا للامانه والله ما اقولها من باب التعالي، قد اقول انا شخص انسان محدود، لكن ترى لي 15 سنه للامانه والله ما اقولها من باب التعالي، ترى انا للامانه والله ما اقولها من باب التعالي ينطبق على، ترى انا للامانه والله ما اقولها من باب التعالي، قد اقول انا شخص انسان محدود، لكن ترى لي 15 سنه وتعاملت مع كثير ناس، انا ترى عقلي رايح على انه اغلب الناس ترى بتلعب من فوق المليون او من نص مليون وما فوق، ترى بانصدم كثير لما بلاقي 10,000 و20,000 و15,000 مسوين زحمه معانا، لانه بصراحه ترى ثلاث ارباع تحليلاتي، ثلاث ارباع استراتيجياتي، ترى ما هي لكم انتم والله لانه بصراحه ترى ثلاث ارباع تحليلاتي، ثلاث ارباع استراتيجياتي، ترى ما هي لكم انتم والله تحليلاتي، ثلاث ارباع استراتيجياتي، ترى ما هي لكم انتم والله ترى اللعب بالكميات ترى ما هو لكم انتم يا ابو 15,000 ابو 20,000، ترى نحن بنتكلم عن واحد بدير مليون نص مليون عنده 20,000 سهم باع له 3,000 كسب نص ريال، يعني انا قاعد اتكلم دائما في اغلب شغلي بتخيل اني انا اقل واحد قاعد معايا عنده من نص مليون وما فوق، عشان كده اتكلم في الكميات واتكلم كيف الواحد ما يدخل بفلوسه كلها وكذا 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 وكذا، لما يجيني واحد يبغى يسوي لي وفي النهايه هي 10,000 15,000 ريال، ترى والله السوق ما هو لكم يا جماعه، انتوا افهموني والله اني صادق في كلامي، حرام الوقت، نحن لو صبرنا يا اخي نحن بنطلع، بس انت 15,000 قدام 5 ساعات تقعد قدام الشاشه، والله شيء ترى ما هو منطقي، ما هو منطقي، ما تستاهل الشاشه دي، الشاشه دي ما تستاهل واحد يقعد جنبه 5 ساعات كل يوم وهو عنده 15,000، 15,000 يا ابن الحلال روح ارميها في سهم استثماري وروح شوف لك شغله ثانيه، حرام تضيعوا وقتكم، حرام تضيعوا وقتكم، ايش تبغوا تكسبوا من وراء الاسهم؟ ايش تخيل اقول له 15,000 العب بالكميات، كميات ايش اللي يبغى يلعب فيها؟ يبغى يلعب ب 200 سهم على مكسب ريال 200 ريال و50 ريال؟ هو الريال ده نحن بنشوفه بالساهل؟ احيانا الريال ده بيطلع عيننا، بس نحن لما بنصبر الريال ده بيجيب لي 10,000 من 10,000 سهم، الريال ده احيانا بيجيب لي 15,000، الريال ده اللي ابو محمود يتكلم على الخليج للتدريب ابو نص ريال اذا تحرك، ترى هذه فيه من وراء 5,000 سهم فيها 2,500 ريال، لكن واحد يدوب فلوسه كلها عنده 700 سهم في الخليج للتدريب، ايش على نص ريال يبغى يلعب؟ يعني ولا حق العموله يا رجال، فين يبغى يبيع التلت عن كذا؟ وما تركب العمليه دي، وما شاء الله استفدنا منك، استفدت مني ايه يا اخوي؟ ما كلها 15,000 ريال، يعني معقول جالس تلعب؟ معناه انت ما في غير تشتري وتقعد تستنى شهر شهرين لين يجي الهدف عشان تحقق لك هبره طيبه 1,000 2,000 ريال او تجيب لك 10% 12% عشان تقول من 15,000 انا سويت شيء. نحن قاعدين نفحط في سهم نطاق تذبذب 7% بيطلع 2 3% ومبسوطين لانه كل هبره من هبراتنا نحن فيها 4,000 5,000 من وراء 20,000 سهم من وراء 7,000 سهم. فانا هذا مخي ترى، معليش سامحوني، انتم بعضكم يحسبني قاعد استهتر في الناس، شايف كتبها الاخ ابو نواف يحسبها استهتار يا جماعه، انا لا، انتم ما فهمتوا ايش اقصد، اقصد انه كل هذا الجهد اللي انا بسويه ها وكل هذا الكلام اللي انا بسويه ترى قسما بالله انا بسويه للمحافظ الكبيره، ولا من حقكم بعض الاحيان انتم تضحكوا، من حقكم بعض الاحيان يمكن ما تنتبهوا للشيء ده، يا جماعه كلامي مظبوط ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام اللي قاله أبو محمود في جلسة مسائية كانت في يوم 22/6/2021، الكلام كان واضح وصريح، وهو يتوجه بهذا الكلام لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة. أحبتي، نحن لا نستهزئ بأحد ولا نستقل بأحد، يعني كل واحد وله نظرة وله رؤية، لكن في مركز الأسهم السعودية احنا ماشيين على استراتيجيات معينة، هذه الاستراتيجيات اللي احنا ماشيين عليها هي اللعب بالكميات،
فعندما تلعب بالكمية، تبيع كمية من أسهمك وترجع تأخذها في التراجع وتحافظ على كمية أخرى، فهذا يعني أنك تملك بال10,000 سهم وال15,000 سهم وال20,000 سهم. هذا يعني أن رأس مالك على الأقل على الأقل نصف مليون وما فوق. أما أصحاب الرؤوس الأموال الصغيرة، مع احترامي الشديد، هذه الاستراتيجية لا تنفع لك، لا تستطيع أن تلعب بهذه الطريقة. إذا أنت تملك 1,000 و2,000 و3,000 حتكون يعني أرباحها ضعيفة جدا، وما حتحقق فيها ما نحن نحققه، لأن رأس مالك لا يكفي لهذه الاستراتيجية. فعليك بأن تتبع استراتيجية أخرى، وهي كامل الكميات وليس اللعب بالكمية. يعني ترمي كامل الكمية وتجني أرباحك وتخرج من السهم بالكامل، وتشوف سهم آخر يكون ما تحرك تدخل بكامل سيولتك فيه، وهذه خطورة عالية جدا لك. لكن هذه هي الطريقة اللي ممكن تحقق فيها أرباح. للأسف إنه هذه هي الاستراتيجية اللي تنفع لك أنت كصاحب لرأس مال لا يتعدى 50,000 و100,000. لذلك هذا كان كلام أبو محمود، كان موجه بأنه يوضح الفكرة فقط لا أكثر ولا أقل. فأتمنى من الإخوة المستمعين واللي سمع الكلام هذا أنه ما يزعل، لأنه هذا هو الواقع، وهذه هي مرارة ألم السوق أو أي سوق، أي سوق المال بصفة عامة. هو سوق مال، فلازم يكون عندك رأس مال عشان تعرف وتقدر تتخارج في هذا السوق. أما اللي ما عنده رأس مال كافي ممكن بسهولة جدا يتعلق، لأنه هذه هي رأس ماله، حطه كله في سهم واحد، طاح في السهم خلاص انتهينا، ما قدر يعمل أي شيء. يا إما يخرج بخسارة، يا إما يقعد متعلق في السهم لين ربنا يفرجها عليه ويرجع السهم تاني مرة يرجع له رأس ماله في 2 شهر في 3 في 4 في سنة، يقعد يستنى. أو أنه يخرج بخسارة ويدور على سهم آخر يحاول يعوض خسارته، لكن للأسف اللي حيحصل أنه حيدخل في سهم ثاني بكامل سيولته مرة تانية، وينزل في السهم وبرضه يحقق خسائر ما بيحقق أرباح. وهذه بتحصل في كثير من المتداولين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، لأنه ما عنده كاش زايد عن حده يقدر يلعب بالكميات، يدخل على دفع ويخرج على دفع. هذه هي المسألة. فأتمنى تكون المسألة هذه واضحة، وأنه ما حد يأخذها على محمل الاستهزاء بالآخرين. نحن لا نستهزئ بأحد، الكل على رأسنا من فوق، الأموال الصغيرة والأموال الكبيرة، كلنا بنحاول نعمل حاجة ونطلع رزقة من هذا السوق. الله يوفق الجميع ويرزق الجميع، لكن الاستراتيجيات مختلفة في رؤوس الأموال. فأتمنى أنكم تأخذوا الموضوع بشكل واقعي وتفهموا الفكرة في استراتيجية اللعب بالكميات، لا تصلح ولا تنفع لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة. إلى هنا، شكرا للمتابعة، والله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.